من أجل أن نوفر الكتاب في ظل الحاجة الماسة المباشرة للمواطن ليه. أنت لما تكوني في حافلة رايحة من ألجي لتمن راست، لما تلقى رواية تقرايها لشتي ما راكيش قارئة على المنظومة الثقافية، عوض أن تلوك أحكام جاهزة. الجزائري لا يقرأ، أزمة مقرؤية، أزمة نص، أزمة سينما، أزمة مسرح، أزمة 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 أزمة، دون تقديم البدائل على المنظومة الثقافية أن تنخرط في فلسفة البديل، مش في فلسفة الاتهام وفلسفة الأحكام الجاهزة، لأن اكتفاءنا بالأحكام الجاهزة هو إدانة لنا. لما نقول الجزائري ما يقراش، هذه مهمة شكون؟ مهمتنا حنايا. فنتهم أنفسنا من حيث أردنا أن نزكيها. ورأينا العجب، رأينا العجب من المواطن لما أحس بأنه معني بأن ينخرط في هذه المهمة. المواطن الجزائري كان مستبعد من الانخراط في تبني الفعل الثقافي. تاريخيا كان الفعل الثقافي جزء من ثقافة التويزة عند المواطن الجزائري، في إطار الأعراس المختلفة، في إطار التعابير الشعبية الفنية المختلفة. ذركا يا ليلى، ولا المواطن الجزائري يشري كتاب في إطار مكتبة في مقهى أو في مصحة، يشري رف، يشري يخلص القهوة للضيافة على النشاط الثقافي.